قرارات الشرعية الدولية والأوامر الاحترازية التي صدرت عن محكمة العدل الدولية والإجماع الدولي على ضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة والتهجير أجابت على هذه القضية بشكل مسبق. المطلوب من سلطات الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية أن تلتزم بقرارات الشرعية الدولية وتنفذ الأوامر الاحترازية لمحكمة العدل الدولية، ولا يوجد ما يبرر على الإطلاق هذا الوهن الدولي في التعامل مع المجازر وحرب الإبادة بجميع مظاهرها في قطاع ضد شعبنا في قطاع غزة، وكذلك استخدام سياسة التجويع كسلاح أساسي في هذه الحرب. المشكلة أن الشعب الفلسطيني حاليا ليس فقط هو ضحية مستمرة لهذه الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، وإنما أيضا للأسف الشديد ضحية للنفاق الدولي والازدواجية المعايير الدولية ولآليات عمل دولية لا تقوم على احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وسعادة السفير، على هذا الأساس وفق هذا الوضع الذي وصفته بدقة فيما يتعلق بسكان قطاع غزة وبكل الفلسطينيين، هل تخشون أنه في حال قدمت صفقة بالفعل للفلسطينيين الآن لوقف النار لن تكون عادلة على الإطلاق لسكان الشمال وسكان كل القطاع؟ إحنا أولاً مع أي صيغة تؤدي إلى الوقف الفوري لحرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا في قطاع غزة، والشعب الفلسطيني المواطن الفلسطيني هو رأس المال الحقيقي. ما تقوم به سلطات الاحتلال في قطاع غزة هو برنامج سياسي يتعدى قضية الأمن التي تدعيها الحكومة الإسرائيلية نحو تدمير كامل قطاع غزة، تحويله إلى منطقة غير قابلة للحياة، وبهدف دفع أكثر من 2 مليون فلسطيني للهجرة عن قطاع غزة. المنازل دمرت، المستشفيات دمرت، لم يعد هناك أي مقوم من مقومات الحياة. وقف النار سيمنح بالتأكيد مجال للفلسطينيين ولسكان غزة بالتنفس وسيمنع القتل، ولكن ماذا إن فرض الوجود العسكري الإسرائيلي في القطاع مثلا؟ هذا مرفوض جملة وتفصيلا بحكم إرادة وصمود شعبنا أولا، وبحكم قرارات الشرعية الدولية. ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية هي تحاول تكريس الاحتلال عبر تقسيم وتقطيع قطاع غزة، عبر إنشاء مؤسسات ومواقع عسكرية ثابتة في القطاع، عبر تحويل حدود قطاع غزة إلى مناطق معزولة بحجج وذرائع واهية. هذا مرفوض تماما، وبالتالي على المجتمع الدولي يقع مسؤولية مباشرة وكاملة من أجل وضع حد لهذا التغول الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. وهذه الصورة لا توجد فقط في قطاع غزة، وإنما أيضا في الضفة الغربية المحتلة التي تتعرض لعملية ضم تدريجي زاحف ومحاولة لضرب جميع مقومات الوجود. أنتم تحدثتم وهذه النقطة وهذه نقطة جدا مهمة بالتأكيد، أنتم كخارجية فلسطينية تحدثتم بالفعل عن هذه النقطة ووصفتم ما يجري الآن بمحاولات احتلال وفرض واقع وضم زماني ومكاني. نريد أن نفهم ما الذي ترونه من مؤشرات حول مستقبل الضفة الغربية؟ هل فعلا ستذهب إسرائيل لمحاولات ضمها؟ هل تخشون من ضم الجزء جيم وترك الأجزاء الأخرى؟ ما السيناريو المتوقع والمتخيل؟ أولا هذه جميعها أرض دولة فلسطين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وهي الأرض المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية. ما يجري في الضفة الغربية يمكن تلخيصه في 4 نقاط أساسية حاليا، جميعها تؤدي أو تكشف حقيقة نوايا الاحتلال في ضم الضفة. أولا يتم تكريس ضم القدس وعزلها تماما عن محيطها الفلسطيني وهدم المنازل فيها كما يجري في حي البستان ومحاولة تفريغها من المواطنين الفلسطينيين. ثانيا ثمة إبادة حقيقية
في عموم المناطق المصنفة جيم لجميع أشكال ومظاهر الوجود الفلسطيني، والمناطق جيم هي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة. الجزء المتبقي من الضفة الغربية، التجمعات السكنية الفلسطينية هي محاطة ببوابات حديدية على مداخل كل بلدة وكل مدينة وكل مخيم. تخيلي أن جيش الاحتلال يقوم بفتح هذه الحواجز ضمن ساعات معينة أثناء النهار، في حين يسرح ويمرح المستوطنون في عموم الضفة الغربية المحتلة. رابعا، الحصار الاقتصادي والضغط الاقتصادي سواء على السلطة الوطنية الفلسطينية ومحاولة دفعها إلى مرحلة الإفلاس، وكذلك الضغط على اقتصاديات المواطنين المتهالكة أصلا من أجل دفعهم إلى الهجرة. هذا ما يدور في الضفة. وبالتالي عندما سموتريتش يتحدث عن ضم الضفة، هو يمارس عملية الضم على الأرض، وهذا ما يجب أن يدركه العالم ويتحرك في ضوءه قبل فوات الأوان. نعم، ذكرت مسألة المنطقة جيم، وذكر فقط بأنها المنطقة التي هي تحت سيطرة أمنية وإدارية لإسرائيل من بين المناطق الأخرى ألف وباء. الآن هناك معطن جديد، رئيس جديد في الولايات المتحدة الأمريكية، وسفير جديد محتمل أو مرشح على الأقل لإسرائيل، مايك هاكابي، كان لديه الكثير من التصريحات للإعلام الإسرائيلي، ولافت، لا أعلم كيف تردون عليها أو كيف تقرؤونها. السفير الأمريكي المحتمل أو المرشح يقول أنه يعارض حل الدولتين، وقال أنه ليس مستعدا لاستخدام مصطلح الضفة الغربية، بالنسبة له لا وجود للضفة الغربية، هناك يهودا والسامرة هو المصطلح الإسرائيلي أو المسمى الإسرائيلي بالفعل لهذه المنطقة. كيف قرأتم أو ما الذي فهم هذا التصريح؟ نعم، أركان اليمين الحاكم في إسرائيل كما تلاحظين يحاول أن يخلق المناخات اللازمة لاتخاذ مثل هذه القرارات. هو كمن يضع العربة أمام الحصان. نحن السيد الرئيس محمود عباس بعث ببرقية تهنئة للرئيس دونالد ترامب بمناسبة انتخابه، وأيضا تحدث معه هاتفيا وأكد على أهمية دور الولايات المتحدة الأمريكية في الحفاظ على حل الدولتين وتحقيق السلام في المنطقة. نحن لسنا في عجلة من أمرنا لتوجيه انتقادات للإدارة الأمريكية قبل أن تتولى مقاليد الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية.